السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ الفراخ البيضة بتاعتنا يا جماعة النهاردة عمرها 28 يوم، عمر النهاردة 28 يوم. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الأوزان بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، أوزان فوق الممتازة. الفراخ شكلها حلو، والفراخ حيويتها كويسة، زي ما انتم شايفين. يعني احنا لو وزننا الفراخ دلوقتي هتلاقي عندنا متوسط الأوزان اتنينات، وممكن تعدي كمان على 28 يوم. ده بسبب يا جماعة إن احنا ماشيين على نظام علاجات معين، وماشيين على نظام تربية معين، مخلي الفراخ ماشية معانا ما شاء الله تمام. عمر 28 يوم، النهاردة بإذن الله هنحط مجموعة فيتامينات ألف دال تلاتة اهي. وزي ما قلنا قبل كده إن الفيتامينات ألف دال تلاتة اهي بنحطها، هي تعتبر فاتح للشهية، وبتعوض أي نقص في جسم الطير من الفيتامينات، فبتظبط معايا الفراخ وبترمي معايا أوزان بدر إن شاء الله. احنا مش بنتقل على الناس في حاجة، احنا عاوزين الفراخ تفضل ماشية معانا تمام، عاوزين الفراخ ترمي معانا اعلى اوزان وباقل التكلفة. فاحنا مش عاوزين ان انت تقعد تربي وفي الاخر ما تلاقيش، او انت تربي وفي الاخر ما تلاقيش. احنا عاوزين الناس كلها تستفاد ان شاء الله، الفلوس اللي احنا بنرميها في الفراخ ديت نستفاد بيها بعد كده، نطلع فرخة كويسة باقل تكلفة ممكنة باذن الله. لذلك احنا بقدر الامكان الحاجات اللي بنقول لكم عليها، سواء كانت علاجات او الخلطات اللي بنعملها في المية، يعني كلها حاجات على قد الايد، ما بنقولش على حاجات عالية قوي، بنقول على حاجات سهل ان احنا نجيبها باسعار بسيطة بالنسبة للكميات البسيطة، يعني 50 100 200، حتى تقدر ان انت تجيب حاجات مصري باسعار كويسة، وفي نفس الوقت هتجيب معانا نتيجة كويسة جدا ان شاء الله. طبعا بالنسبة بقى للي بيربي كميات كبيرة زي المزارع 1000 2000 10000، لا، انت محتاج تجيب علاجات كويسة. العلاج بيحوش عننا بلاوي كتير جدا، بيأسس معايا الطير، بيظبط معايا الطير تأسيس كويس، وبيخلي الفرخة شكلها حلو، حيوية الفرخة كويسة، مناعة الفرخة كويسة، بحيث ان هي تمشي معايا طول الدورة، تستحمل اي مشاكل واي امراض ممكن تقابلها ان شاء الله. الفراخ كائن حي، ماهيش حاجة انا برمي فيها فلوس ضاع، بحط فيها فلوس وبستنى بعد 40 يوم بتكسب معايا، لا. الفراخ لو ما اهتمتش بيها، ولو ما ظبطتهاش من حيث العلاجات بتاعتها، الاهتمام بالجو، اهتمام بالفرشة، والاهتمام بالفرخ نفسه، صدقني في الاخر انت اللي هتخسر، وانت اللي هترجع تزعل. فلذلك احنا بنقول اهتموا بالفراخ على قد ما تقدروا، وكل اللي بيتعب في تربية الفراخ دي ربنا بيكرمه وبيلاقي في الاخر ان شاء الله. النهاردة قلنا 28 يوم 29 يوم هنحط بقى مجموعة الفيتامينات طول الليل ان شاء الله. الفيتامينات موجود منها انواع كتير جدا، انت بس بتروح للبيطري بتقول له انا محتاج فيتامينات الف دال ثلاثة اهي، نوع زي ده مثلا، ادي دي مجموعة فيتامينات اهي، ألف دال تلاتة اهي، هنحط إن شاء الله منها سنت واحد على لتر مية. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا قلنا قبل كده كتير قوي، لما بنكون هنحط أي علاجات لازم نكون معطشين الفراخ شوية، بحيث إن أنا لما أجي أدي علاج الفراخ تبقى فايقة معايا، والفراخ تقوم تجري وتتحرك معايا، ما أديش علاج والفراخ ما تستفادش منه. يعني أنا لو حطيت علاج وأنا مش معطش، هتلاقي في فراخ أصلا كانت شاربة قبل كده، تيجي ان انت تحط لها الميه بالدواء الفراخ ما بتقومش تتحرك معايا، فما بتستفادش اصلا بالدواء. بنعطش الفراخ بتاعتنا شويه، ساعه ساعتين عادي ما فيش اي مشكله، وبعد كده بننزل الميه بتاعتنا بالعلاج اللي هنحطه، هتلاقي الفراخ كلها بدات ان هي تسحب معانا في الميه بالدواء، فهتستفاد كلها ان شاء الله بالدواء. هنحط بقى زي ما قلنا سنتي واحد على لتر ميه من مجموعه الفيتامينات دي يا جماعه، وبعد كده بنقلب الميه بالدواء كويس، تقليب كويس جدا، وبعد كده ان شاء الله ننزل العلاج بتاعنا قدام الفراخ. زي ما انتم شايفين يا جماعه ما شاء الله، نزلنا الميه والعلف قدام الفراخ. احنا برضو زي ما قلنا قبل كده، احنا دايما بنرفع العلف من قدام الفراخ بشكل مؤقت، يعني مش برفع العلف مده طويله، مش 5 ساعات مثلا زي ما كنت بعمل في الصيف، لا، ده بس ما بين العلفه والعلفه، يعني انا عالف الوقت بستنى مثلا لما العلف بتاعي يخلص ساعة نص ساعة ساعتين عادي ما فيش مشكلة، اجوع الفرخ شوية وبعد كده ارجع انزل العلف بتاعي تاني. لكن ان انا افضل حاطط العلف قدام الفراخ ده هيعمل معايا مشاكل كبيرة. وجود العلف قدام الفراخ من غير ان انا مرفع العلف عشان اجوع الفرخ شوية، 1000000% هيجيب سموم للفراخ، دي حاجة. الحاجة التانية، انت كده مش بتدي حتى فرصة للفرخ ان هو يتحرك عشان يطلب معاك العلف، لازم ان انا اجوع الفرخ شوية عشان الفراخ تقوم تتحرك معايا شوية. الفراخ في العمر الكبير بتنام كتير، بتنام يعني بياكل وبينام. طيب
احنا حاليا في الشتاء، نوم الفراخ مدة طويلة على الفرشة تخليه صدره يتعب ولازم ياخد مننا برد، وتلاقي البرد دايما عندك في المكان ما بيخرجش. طيب احنا عاوزين نظبط الحتة دي، عاوزين الفراخ عندنا دايما ما يبقاش صدرها تعبان. اول حاجة احنا بنهتم بالفرشة، ده حاجة ما فيش فيها كلام، لازم فرشتنا اول باول نقلبها كل يوم ونهتم بيها. الحاجة التانية بنهتم بالتهويات، بهوي طول النهار لو الجو معايا كويس والشمس طالعة والدنيا تمام، افتح الشبابيك عندي ما عنديش اي مشكلة. باجي اخر النهار بلم التهويات بتاعتي وبسيب برضه تهويات بسيطة، بحيث ان الفراخ لما اجي افتح تاني يوم ما الاقيش وانا بفتح باب المكان عندي الاقي فيه صهد او عرق مقابلني. لا، لو في كده يبقى معنى كده ان الفراخ عندك هتاخد برد على طول. لا، لازم افتح تهويات برضه بالليل عشان لما اجي افتح تاني يوم الاقي الجو ريحته كويسه، ما فيش عندي مشاكل، الفراخ ما تتكتمش مني ولا حاجه. الحاجه الثالثه بقى التجويع يا جماعه، التجويع. انا لما بشيل الميه والعلف من قدام الفراخ، سواء كنت هحط دواء او هحط خلطه من الخلطات اللي بنعملها في الميه، فانا برفع الميه من قدام الفراخ عشان اعطش شويه. لما باجي انزل بعد كده بالخلطه، باجي بنزل بالدواء، بلاقي الفراخ بتاعتي كلها قامت تشرب، فدي حاجه مفيده ان الفراخ كلها عندي هتستفاد ان شاء الله بالدواء. برضو نفس الكلام بالنسبه للعلف، زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ كلها بتتحرك على العلف عامله ازاي، لان لما جوعت شويه باجي انزل بعد كده العلف بلاقي الفراخ فايقه. اول ما بحط العلف الفراخ كلها بتجري تاكل وتشرب. الحاجه التانيه كمان، الفرخ لما ياكل ويشبع ويملى الحوصله بتاعته هتلاقي قام رايح نايم وراكن في جنبه وخلاص، على كده هو كده مزاجه 100 100، اكل واتبسط وشرب وبعد كده ينام خلاص. الاكل اللي اكله ده هيخرج على جسمه، هيبان معانا كوزن. مش هفضل اكل وفي الاخر الفراخ عندي ما بتكبرش، لا، انا لو بجوع زي ما قلت بعد الطقه طقه بطقه ان شاء الله هتلاقي الفراخ بتاعتنا بترمي معانا اعلى اوزان. الفرخ صحته كويسه، فايق معايا. الفراخ اللي دايما العلف قدامها ودايما الميه قدامها، لا بتعطش شويه ولا بتجوع شويه، الفراخ دي فراخ مريضه تعبانه، المرض بيتملكها من كل حته، لان انت سايب الفرخه ما بتحركش، ما فيش حيويه. ما دام ما فيش حيويه يبقى اكيد المناعه قليله واكيد الامراض ممكن تمسك في الفراخ، تمام؟ فاحنا بنستفاد من وراء التجويع ده استفاده كبيره، الفرخ بتاعك بيستفاد، الفرخ بيبقى شكله حلو، حيويته حلوه. في نفس الوقت لما بحط العلف الفراخ كلها بتقوم تجري على العلف تاكل وتشبع وتتبسط، وبعدين تروح تشرب من الميه بالعلاج اللي انت حاططها، وبعد كده بتنام، فشويه العلف اللي حطيناهم بيخرجوا على جسم الطير، الطير يستفاد منه ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن العلاجات اللي هنحطها على عمر 30 يوم ونظام التربيه ونظام التهويه باذن الله عمر 30 يوم ان شاء الله، وهيبقى ده اخر جرعه علاج هنحطها. زي ما قلنا نهتم بالفراغ بتاعتنا، الفرشة عندنا تبقى تمام، درجة الحرارة 25، ما ينفعش تزيد عن كده في العمر ده، عمر 28-29 يوم. انت لو زودت درجة الحرارة عن 25 هتلاقي الفراخ عندك نايمة بتلحلح وبتهبط، الناس خايفة من الساعة فبتضر فراخها بنفسها. الناس بتبعت لي وتقول لي انا فرخة عمر 25 يوم و30 يوم والفراخ مش جايبة اوزان، كله بسبب ان احنا بنكتم على الفراخ اسطمبة واحدة. هو حافظ احنا في الشتاء يبقى احنا نقفل، طبعا ما فيش الكلام ده. انا بمشي مع الفراخ بنظام ان انا اول اسبوع درجة حرارة معينة، وبعد كده كل اسبوع بنزل 3 درجات، ببتدي على 34 وكل اسبوع بنزل 3 درجات. بعد ال 25 يوم بثبت درجة الحرارة عندي على عمر 25 يوم تبقى 25 درجة للنهاية بإذن الله. لو درجة الحرارة علت عندي عن كده يبقى أنا كده بكتم الفراخ وبعرق المكان وببل الفرشة وبعمل مشاكل كثيرة جدا للفراخ عندي، تمام كده؟ اللي محتاج بقى أي حاجة إن شاء الله يبعت لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.